اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. وفيديو مهم لتوقعات ابو علي الشيباني، وماذا يتوقع لامريكا وكيف ستسقط هي وحليفتها اسرائيل، والموضوع هيتم ازاي، وايه اللي هيحصل للدول العربية. اسئلة مهمة جدا جدا، ناس كتير بتسألها، وفي حاجات الناس بتتمناها، وطبعا لا يعلم الغيب الا الله، وتبقى مجرد توقعات وليست تنبؤات. قبل ما نبدا بفكر حضراتكم بالاشتراك وتفعيل الجرس، ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو. ابو علي الشيباني دايما بيقول ان انطلاق الحرب العالميه الثالثه هيبقى من الشرق الاوسط، وان السبب هيكون ان الدول العربيه وهيبقى فيه مشاكل وهيتوصل للعالم كله. وقال ان هيبقى في حرب عالمية تالتة، ولو حصلت الحرب العالمية التالتة دي هتكون من خلال الحرب النووية، مش لازم النووية اللي هي تخلص على دولة باكملها، ممكن يبقى اسلحة تكتيكية بتهاجم او بتضرب اماكن معينة، غير ان فعلا في دول ممكن تنهار على حسب كلامه. قال كده احنا مقبلين على حرب نووية، والروس جربوا قنبلة صغيرة جدا في البحر قبل كده وارتفع البحر 2000 متر، يعني على كلامه يعني، فما بالكم الحرب عندما تبدأ ماذا سنرى. فكمان بيقول الدليل على الحرب وعلى قد ايه القوات الامريكية والروسية والدول الاوروبية عندهم اسلحة اكتر مننا، احنا لو دخلنا الحرب دي هنخسرها. وبالدليل على كده الفلسطينيين مهما يضربوا في الاسرائيليين، الاسرائيليين معهم اسلحة اكبر وعتاد، وعندهم مساعدات بتيجي من امريكا بتخليهم قدامهم ولا حاجة. عشان كده محدش يقول احنا العرب احنا القوة، احنا عندنا جيش، احنا عندنا اسلحة، لو بدأت هذه الحرب احنا هنضيع في الرجلين، لان احنا مش قد ولا امريكا ولا روسيا ولا الدول الكبيرة المجهزة باسلحة. لغاية دلوقتي ممكن في ناس ما تعرفش عنها حاجة، ولا تعرف عن قوتها، ولا تعرف بتعمل ايه. دلوقتي بقت حرب التسليح من زمن الزمن، من ايام الحرب الباردة بين امريكا وروسيا، وهم بيسلحوا بعض كأنهم بيتحدوا بعض على مين هيبقى معاه سلاح اكتر، وخصوصا الاسلحة النووية. فكمان قال عشان كده ايران بدأت تتحرك، وبدأت انها تضع النووي وتصنعه، وبقى من اولوياتها، لان ده الحاجة الوحيدة اللي تقدر تحميها. زي كوريا الشمالية، في حد قادر يستجرى يقرب منها؟ عندها سلاح نووي محدش يقدر يجي جنبها. فعشان تدافع عن نفسها، وخصوصا من ايام الحرب العراقية كان بيتم القصف على مدنها وعلى طهران، لذلك بيصنعوا النووي لحماية انفسهم من القصف. واذا حدث الحرب العالمية الثالثة بيكون فيها الحرب بالاسلحة النووية، وبيتم اسقاطها في البحر، وعندما تنفجر بداخلها يحدث تسونامي في البحر، ويكون علو الموجة مثلا حوالي 1000 متر، واذا جاءت على امريكا لن يبقى فيها احد. وأيضا قال والكل العرب الساكنين في أمريكا من العراقيين واللبنانيين وغيرهم، بقول لهم إن أمريكا انتهت، ياريت تمشوا منها وتروحوا لبلادكم وترجعوا، لأنها لإما هتسقط في أي الحرب العالمية التالتة، لإما هتسقط من شعبها نفسه، لأن شايف فيها مظاهرات وفيها قتل بالسلاح وفيها أوضاع غير مستقرة وشايف حروب أهلية بتحصل وصراع بين الابيض والاسود. وكتير جدا اتكلم ابو علي الشيباني عن هذه التوقعات. ممكن بتحصل شويه وتهدى شويه الامور، ولكن برضو لا نستهين بدوله امريكا. امريكا مش دوله قليله، والسياسه بتاعتها سياسه قويه جدا، ولكن ما فيش حد اقوى من ربنا. كمان قال وقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان عن البصره اراها تحت الماء، اي لم يبقى منها شيء في لحظه. وازاي ده يحصل؟ بين تغرق مدن ودول في لحظة، إلا عن طريق قنبلة يرتفع بسببها الماء في البحار والمحيطات، وهذه القنبلة بتفكك المية اللي هي الأكسجين وهيدروجين، وده يسبب الاحتراق. لذلك القضية مرعبة، لذلك من يسكن الجبل فهو آمن، دايما بيقول هذه الجملة، أن يسكن الجبل فهو آمن. ولذلك ايضا لا يضربون اسرائيل اللقيطة خوفا من الاشعاعات، لان عندها قنابل نووية، بس الله اعلم محطوطة فين. كمان بيقول ابو علي الشيباني عن الحرب دي، قد قلت سابقا عن ان الدنيا تتسع من الانفجار النووي، والقنبلة الذرية والهيدروجينية اصبحت القضية اكبر واصبحت تتوسع. فبيقول احنا العرب فين؟ هل احنا مستعدين لهذه الحروب؟ هل عندنا اي احتياطات؟ عندنا ملاجئ؟
يعني عاملين حسابنا لأي حاجة، حتى لو ما حصلتش الحروب دي مفروض يكون عاملين حسابنا مستعدين لأي سيناريو من السيناريوهات. اديكوا شايفين اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين، الموضوع كبر، بقى في ضرب من سوريا، بقى في ضرب في العراق، بقى في ضرب من اليمن، بقى في ضرب للعرب لبعضهم مع الأمريكان في أمريكا، وفي مظاهرات في كل حتة في العالم. الموضوع كبر جدا وبقى في مشاكل عالمية، وبقى أمريكا دلوقتي عمالة تجيب طياراتها وتحطها في اليونان. ففي كده لغوشة كبيرة بتدل على إن احنا فعلا داخلين على حرب، والحرب دي للأسف هتتسع وهتجر كتير جدا. وقال كمان إن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا هو آخر الملوك بتاعها على الإطلاق، مش هيحكم أكتر من 4 سنين، واكتبوها عني ولعنوني إذا لم يحدث ذلك، هو لن يتجاوز عام 2026، وإن بريطانيا سترحل إلى الأبد بثوبها ووشحها الأسود بالقنبلة النووية. وبعدها بعد موت هذا الملك اعلموا انها نهاية العالم الذي نعرفه، مش نهاية العالم يعني نهاية البشرية، يعني يقصد حروب كبيرة، حروب دامية ومرعبة هتحصل بين الدول وبعضها ومشاكل، دي علامة من ضمن العلامات. فبيقول مثلا زي لما قتل قاسم سليماني حصلت بعدها احداث معينة، مع رحيل صدام حسين بعدها حصلت حاجات معينة، بعد رحيل شخصيات معينة بتبقى علامة لحاجات تانية جاية. فمن ضمن العلامات اللي بتدل على ان في حاجات جاية على العالم هو موت الملك تشارلز. ايضا قال ابو علي الشيباني في توقعاته ان في السعودية وفي الربع الخالي من الصحراء، بيقول السعودية ملأت خزانتها من النفط الخام والبنزين ما يكفيها ل30 عام، يعني بتدل على انها بتستعد برضو لأيام جاية بتخزن فيها البنزين او النفط، عشان لو حصلت في مشكلة بيبقى عندها ملجأ، لان دلوقتي اللعب على الطبيعة والموارد بتاعتها، وكل الدول بتتسابق في مين اللي يقدر يخزن وامتى يبيع وامتى يعمل، لان الحاجات دي هتبقى فيما بعد هتبقى سلع نادرة مش موجودة. وقال كده اللي هقول لكم اللي اكبر من ده، ان امريكا ما دخلتش مكان الا وخربته، وده معروف جدا، شوفوا اللي حصل في العراق، شوفوا اللي حصل في افغانستان وليبيا وسوريا، حتى الصومال بقى لها 40 سنه خربانه على ايديهم، ما امريكا ما سابتش بلد الا ما خلتها غير قابله للاصلاح. كمان بيقولوا اذا اللي شفته من زلازل وشفتوه من فيضانات الايام اللي فاتت، اللي جاي هيبقى اصعب وهيبقى اكبر، ان كان بفعل الحروب او بفعل فاعل او بفعل الطبيعه، لكن الطبيعة هنشوفها بتغضب أكثر، أو غضب إلهي زي البعض ما بيقول، هيبقى أكبر وأصعب نتيجة للحروب ونتيجة لبعض الغل من بعض الدول. وبيقول انتظروا زلزالا في البحر يجعل الإماراتيين في الشوارع يجرون من غير غطاء للرأس، والزلزال ده هيأثر على إيران برضو مش بس على الإمارات. وأيضا بيقول العالم مقبل على انهيار مرعب وسقوط أمريكا، والله يشهد عليا اني بلغت العراقيين في امريكا وكل العرب ارحلوا من امريكا يا جماعة، لانها ستفجر وتنتهي وتمسح من الخريطة على حسب كلام. امريكا لا تعرف من تنتخب الان، ان كان بايدن ولا ان كان ترامب، انا لا ولا لي علاقة ببايدن ولا لي علاقة بترامب. وامريكا بيقول لو جه ترامب ومسكها دمرها تدميرا، ومش هيخلي فيها قانون، وهيبقى فيها مشاكل كتيرة جدا، والناس هتحارب بعض وهيزداد الظلم. ولو مسك برضو اسمه مين ده بايدن، برضو الدنيا مش هتبقى ولا بد، لان خلاص بيقول لك اذا ازداد الظلم سحب الله البساط من تحت ارجل امريكا بسبب ازدياد الظلم والسيطرة والفتوانة والبلطجة اللي بتعملها على العالم. امريكا الان تتخبط بكل ما تملك، وسيسقط دولارها وبعدها تسقط، ويأتيها زلازل من الله وكسوف في السماء، وإن والله رأيتها تحترق مثل ما قلت لكم، وأيضا أرى إيران تضرب ضربة مرعبة. حتى إيران مش هتتساب، هتضرب من إسرائيل أو من أمريكا، في حرب هتحصل وفي مشاكل. وديكوا شفتوا وزير الاقتصاد الإسرائيلي النهاردة بيقول إيه، بيقول لك إيران دي هي رأس الأفعى، هي اللي مخلية حزب الله مقوي نفسه وبيضربنا، وهي اللي بتدي الأسلحة لحزب الله والحماس، وان هم ميقدروش يعملوا كده الا بإيران وبتدريب إيران.
فده هيخليهم بجد في مره من المرات هيحصل بينهم مشاكل. بس اسرائيل ناصحه يعني ما بتغلطش نفسها، لو عملت كده هتحارب الوجود الايراني داخل الدول العربيه، مش هتحارب ايران نفسها، مش هتقدر. بس على حسب كلام ابو علي الشيباني بيقول شايف ان ايران تضرب ضربه مرعبه، وبيقول معلمي يوم ما تخلت ايران من ثأر قاسم سليماني ولم ترد فلن تأمن العدو الا ان يجعل فيها مدن منهارة فقد اذن بقصفها وضربها. تمام. ايضا قال برضو معذرة، ايران لو وقعت الاتفاق النووي هتوقع نفسها في مشاكل وهتبقى نهايتها، عشان كده لغاية دلوقتي مفيش اي نوع من الاتفاق ما بين ايران، مجرد تطويل. كمان بيقول انكم بترهنوا على شيء كبير هيحصل وربنا هيكون موجود، والاحداث اللي جاية يعني هتنتهي فيها كل الدول اللي ظلمت العرب واللي ظلمت الناس، هيبقى ليهم نهاية، مفيش حد بيفضل على جبروته كتير، لازم هيكون ليه نهاية. وقال كمان إذا ما مات الملك فانتظروا بعد 9 أشهر مفاجأة عظمى، وأصبح العالم على بركان من النار وسرعان ما ينفجر. يقصد الملك هنا الملك سلمان ولا الملك تشارلز ولا الملك مين بالظبط؟ الله أعلم. وبيقول لكني أرى أن النووي قادم، هل هو قادم أم هي مسألة وقت؟ أم هي مسألة وقت؟ كمان شايف حاجات كتيرة جدا بتحصل. لأ كان بيقصد الملك سلمان على فكرة، بيقول بعد موت الملك احزموا امتعتكم وحضروا ابنائكم وهيئوا نفسكم ان الاتي امر جلل، واذا مات الملك سلمان انتهى الخليج من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه وقد انتهى العالم العربي، على حسب كلامه. فهو شايف حرب كبيرة جدا جاية، حرب نووية، وشايف فيها ان العالم يتغير واصبح يهتز ويرتجف من الاحداث القادمة. الموضوع مش على دولة واحدة، الموضوع هيكون على الكل، انما العالم باسره على حسب كلامه. فزي ما انتم شايفين ابو علي الشيباني موضوع فلسطين واسرائيل او روسيا واوكرانيا او كذا وكذا كلها مجرد بدايات لحرب كبيرة هتقوم فيما بعد. البعض بيقول ان هيكون مركزها الشرق الاوسط، والبعض الاخر بيقول ان الموضوع هيبدأ في امريكا او ايران، محدش عارف الدنيا هتعمل ايه. ولكن الاستفزازات والوضع الحالي والاخبار اللي بنشوفها كل شوية، مش بس اسرائيل وفلسطين، عادينا بقينا نشوف ان الدايرة بتتوسع والحرب بتتوسع وبقى لها اماكن في كذا مكان، لدرجة ان هم بيمشوا الامريكان من الدول العربية، بيمشوا الامريكان من سوريا، بيمشوا الامريكان من العراق، بيمشوا الامريكان من لبنان، خايفين على وجودهم. مش بس الامريكان، حتى الروس، في كلام ان حتى الروس ما قال لهم، بس مش بالعافية، مش امر، قال لهم انتوا حرين، عايزين تمشوا امشوا، احنا عايزين نساعدكم في انكم تمشوا هنمشيكم. فزي ما انتوا شايفين الوضع بيدل على وجود حرب في المنطقة العربية. كل الدول الاجنبية دلوقتي والاوروبية بتمشي مواطنيها ان كان بالسر او كان بالعلن، وحتى في تذاكر الطيران بتاعتهم او الحاجات لما بيطلبوا السفر لاي دولة من الدول العربية بقى دلوقتي يا اما يحذروهم يا اما كمان يمنعوهم. فده دليل على ان عندهم كلام، عندهم اوامر، عندهم رؤية بان في حرب قادمة هتكون حرب كبيرة جدا جدا. ومن ضمن الكلام برضو اللي بيقلق، قال ان وجود الجاليات العربية بره هيكون عليهم برضو خطر، اذا كان زي ما الامريكان والاوروبيين بيمشوا من دولنا، انتوا كمان هتمشوا من دولهم وهتيجوا هنا في دولكم العربية، انها هتكون امن لكم من هناك. شكرا ليكم، اشوفكم بخير. ده كان مجرد فيديو لتوقعات ابو علي الشيباني وتجميعة لكذا فيديو اتكلم فيه عن الحروب وتأثيرها على العالم المدمر. هل انتوا شايفين كلامه فعلا ممكن يتحقق ولا لا؟ ولا طبعا البعض بيشوف انه اوفر شوية او مبالغ فيه، خصوصا في الارقام اللي بيقولها، ولا الراجل فعلا بيتكلم عن ثقة وشايف حاجة زي كده بالفعل ممكن تتحقق، خصوصا قال كلام كتير جدا قبل كده وبالفعل حصل، وفي حاجات تانية ما حصلتش، الله اعلم. سايب الرأي ليكم والموضوع ليكم تماما. شكرا، اشوفكم بخير في فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم
كل جديد من قناة مساء الأخبار.